أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله عند قوله تعالى: واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، قال: إذا أفسد مفسد نكاح امرأة رجل برضاع أو غيره كان عليه ضمان المهر، فما هي صورة هذه المسألة التي ذكرها الشيخ؟ نعم، لو جاء مفتاء وأفسد نكاح امرأة أجل أن تفارقه برضاعة مثلا رجل متزوج من امرأة وهذه المرأة لها أم، متزوج من امرأة وهذه المرأة لها أم، أو نفرض العكس، رجل متزوج من امرأة وهذه المرأة لها بنت متزوجة من شخص آخر وهي ترضع البنت، هذه ترضع فعمل رضاعا يحرمها على زوجها لأجل أن تفارقه. واستنباط الشيخ من هذا يعني فيه بعد، لكن هذا وجهه والله أعلم، حرمتها بالرضاعة. نعم.